وات نتر، طريق الإله أو طريق المواكب اللي بنسميه دلوقتي طريق أبو الهول أو طريق الكباش. الطريق ده كان مرتبط في مصر القديمة بعيد مهم جدا وهو عيد الأبد، وده كان واحد من أضخم الاحتفالات السنوية اللي كانت بتتم في مصر القديمة. عيد الأبد كان مرتبط بمعبدين، وهم مجمع معابد الكرنك أضخم مجمع ديني في العالم وبين معبد الأقصر. الاحتفال كان مرتبط بشكل خاص بالإله أمون. في الحلقة دي هنحاول نعرف ليه المصري القديم احتفل بعيد الأبد وإيه رمزية ومعنى الاحتفال ده، وده اللي مش هنقدر نفهمه إلا لما نحاول نشوف الموضوع كله بالمنظور والمعتقد المصري القديم، واللي هيخلينا نسافر لمدينة الأقصر ونرجع لزمن بعيد جدا من تاريخ مصر، وهو الزمن اللي ظهر فيه الإله أمون. الإله أمون، الإله المحلي لمدينة الأقصر اللي تحول إلى إله الإمبراطورية المصرية. الإله أمون هو اللي دان ليه بالفضل الملك أحمس قاهر الهكسوس. أمون كان اسمه باللغة المصرية القديمة إيمن، ودي كلمة معناها الخفي. إيمن ظهر في هيئات كتيرة، منها هيئة بشرية وهو لابس تاج برشتين طوال. ساعات كان التاج ده بيزينه قرص الشمس، وهنا بياخد صفات الإله رع وأهمها الملكية والأزلية، وبيتسمى أمون رع. لما أمون بياخد من صفات الإله ميم إله الخصوبة كان بيبقى أمون ميم، وده كان بيتم جوه معبد الأقصر. الإله أمون ظهر في هيئة كبش بقرنين ملويين وساعات جسد بشري وراس كبش. زوجة الإله أمون كانت الإله موت، اسمها معناه الأم لأنها كانت أم كونية. أما ابنهم فكان الإله خنسو إله القمر ورب المسافرين والرحالة. التلاتة دول كانوا مع بعض ثالوث مدينة واسط أو الأقصر حاليا. في الفكر الفلسفي الديني لمدينة الأقصر كان في تصور عن الإله أمون باعتباره القوى الخفية وراء كل شيء، فبنلاقي إن الخالق في البداية أوجد نفسه في هيئة ثعبان وكان إله أزلي خفي محدش يقدر يشوفه، أبعد من السماء وأعمق من العالم السفلي زي ما النصوص وصفته، وكان اسمه إيمن واللي قلنا إن معناه الخفي، وكان لقبه كيم آطف ومعناه اللي تم زمانه أو تم عمله. بعد زمان قدره لنفسه اختار أمون كيم آطف مكان لنفسه، كهف بعيد جدا علشان يستقر فيه للأبد، وهنا خلق كيان تاني اسمه أمون إرطا ومعناه خالق الأرض وما فيها ومن عليها، وده استقر في مدينة طيبة لفترة من الزمن، وبعدها لحق بسلفه كيم آطف في المكان الخفي. الفلسفة المصرية القديمة كانت بتسمي المكان ده الكهف السحيق، وموقعه أسفل معبد هابو اللي بناه الملك رمسيس الثاني. بعدها ظهر من أمون إرطا كيان ثالث وهو أمون نسون ترو، أمون ملك الآلهة، أمون نبن سوت طوي، أمون رب عروش الأرضين، وكان مستقره هو معبد الكرنك مكان جميع عروش الأرض. ومن هناك في الأقصر بيحكم أمون الكون وبيولي نيابة عنه ملوك مصر اللي أصبحوا أبناء للإله أمون نفسه، وكذلك أصبح أمون متجسد في ملوك مصر. الكيان الإلهي أمون نسون ترو اختار طيبة مقره للحكم، ومن هنا نقدر نفهم أسماء مجمع معابد الكرنك اللي المصري القديم سماهم إبت سوت ومعناه الحرم المقدس، وكمان كان اسمه بير أمون ومعناه بيت أمون، وبالتالي هو مقر حكم الإله أمون. أما معبد الأقصر فكان ليه فلسفة أبعد من كده، لأن لو كان الكرنك هو مكان الحكم فإيه هو دور معبد الأقصر؟ لو كان بناء معبد الأقصر بدأ في عصر الملك أمنحوتب الثالث من الأسرة الـ18 إلا أن تاريخ منطقة معبد الأقصر بيرجع لزمن أقدم بكتير. أرض معبد الأقصر كانت أرض مقدسة بداية من عصر الدولة الوسطى. أعمال الحفاري قالت لنا وجود أسماء لملوك زي أمنمحات الأول من الأسرة الـ12 وسوبك حتب من الأسرة الـ13. حتى الملك أحمس قاهر الهكسوس له نص مؤرخ بالسنة 22 من حكمه من محاجر المعصرة في ترة، بيقول فيه أنه افتتح المحجر بعد توقفه لبناء عدد من المعابد، وكان منهم معبد في منطقة إبت رسيت مكرس للإله أمون وكان اسمه إيمن إم إبت رسيت. وفي فترة الحكم المشترك ما بين الملكة حتشبسوت والإمبراطور تحتمس الثالث شيدت حتشبسوت 6 مقاصير لاستراحة الثالوث المقدس بتاع مدينة طيبة.
واحدة منهم موجودة دلوقتي في فناء الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر، ورمسيس الثاني قام بترميمه وسجل ده من خلال نصوص تركها عليه، بيقول فيها بوضوح انه رمم أثر لأبوه الإله أمون. وده طبعا أبلغ رد على أي حد بيقول ان رمسيس كان بيسرق آثار وينسبها لنفسه، في حين ان الموضوع ليه أبعاد وظروف خاصة معينة بعيدا عن التفسير التقليدي الخالي من الصحة بتاع سرقة الآثار. مع عصر الملك أمنحتب الثالث بدأ إنشاء معبد الأقصر بشكله الحالي، ولكن المشروع توقف بعد وفاة الملك وبعد ما تولى العرش ابنه إخناتون. إخناتون كان بيعادي الإله أمون بشكل شخصي، علشان كده المشاريع توقفت لحد ما جلس الملك توت عنخ أمون على العرش وأكمل عمل جده الملك أمنحتب الثالث. ومن بعد توت عنخ أمون بنلاقي سيرة لملوك زي حرمحب، سيتي الأول، رمسيس الثاني، لحد الإسكندر الأكبر. جم إن إف واسط إيرة رع إن قا خبر حاجر وانتا بن. مع استيعابنا لفلسفة الخلق لمدينة الأقصر وفلسفة كيان الإله أمون، نقدر نفهم منها إن معبد الأقصر كان اسمه إبت رسيت ومعناه الحرم الجنوبي، وده لأنه كان مكان مقدس للخلق، وده بينفي ترجمة قديمة للإسم سمت المعبد الحريم الجنوبي. وبالقطع الموضوع ده مش دقيق، لأن معبد الأقصر مش مجرد مقر لحريم الإله، وإنما هو حرم إلهي، وده اللي هنعرفه دلوقتي. معبد الأقصر بلا شك هو تجسيد لأرض مصر. المعبد بيبدأ بأرضية مستوية، وكل ما بندخل جوه بنلاقي الأرضية بترتفع تدريجيا باتجاه الجنوب، وده لو هيفكرنا بحاجة هيفكرنا بأرض مصر ومسار الفيضان اللي بيجري فيه النيل من الجنوب للشمال، لحد ما بنوصل لقدس أقداس المعبد اللي بيمثل آخر نقطة في مصر العليا وصعيدها، واللي بيظهر من بعيد وكأنه مبني على منطقة مرتفعة من الأرض، وده تجسيد لقمة التل الأزلي اللي نشأ منه الكون. إير إف إن إف حرجب والطا متي بات كات إن سبت بي ست سنم حوسجم سبروت إن ترو رمث إير إن إن إف صارع رعمسو مري إيمن. اللي بيؤكد النظرة دي هو ممر أعمدة معبد الأقصر اللي بيمر من الجنوب للشمال، وكأنه بيمثل شريط ومجرى زي مجرى نهر النيل. والأجمل من كده إن مناظر عيد الأبت اتصورت في الممر ده، حتى الأعمدة نفسها نباتات بردي بزهور متفتحة وكأنها على ضفتي نهر النيل الخالد أو الإتروعة النهر العظيم زي ما سماه أجدادنا المصريين القدماء. محور معبد الأقصر زي ما ذكرنا جنوب شمال، وهو امتداد مصر ومجرى نهر النيل. معبد الأقصر هو الحرم المقدس اللي ظهر عليه الإله أمون بنفسه. جوه معبد الأقصر بيظهر الإله أمون في هيئة الإله مين، وده بيعكس دوره في معبد الأقصر وعيد زي عيد الأبت وارتباطه بالخلق والخصوبة بشكل عام. مصطلحات الولادة ومناظر الولادة الإلهية في المعبد بتثبت إن المعبد له علاقة بتجديد الحياة للملوك وخروج الآلهة من عالم السكون، واللي بيعني عودتها للحياة، عودة الملوك للحياة هم كمان، وعودة أرض مصر. المعبد ده كان مركز للكون، وبنلاقي مقاصير جواه خدت محور شرق غرب، وتصور على جدران المقاصير دي رحلة الإله رع من النهار لليل، من الشرق للغرب في مراكبه معنجت ومسكتت، واللي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده. المقاصير أو الغرف اللي زي دي كانت بتمثل ضم الشرق مع الغرب في مصطلح اسمه الآخد، وده معناه الأفق أو الكون نفسه. معبد الأقصر بيمثل مكان تواجد الإله أمون، واللي طبقا لفلسفة بناء المعبد وقدسيته هو المكان اللي بيتحكم في الكون كله منه. معبد الأقصر اتبنى زيه زي معابد مصرية كتيرة بمفهوم بيت حرطة، السماء على الأرض، ومعناه انطباق السماء على الأرض. فبنلاقي سقف الغرف بينخفض تدريجيا لحد آخر جزء في المعبد، وهو قدس الأقداس اللي بتنطبق فيه السماء على الأرض، وبيكون جواه الإله المتحكم في أسرار السماء والأرض والكون كله. رخ إن إف إمنوت نو بيت سشتاو نبوت نوتا. أما العلاقة ما بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك فهي وثيقة جدا، لأن الاتنين بيكملوا بعض لأنهم في الأصل كيان واحد.
نقدر نفهم العلاقة دي ما بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك عن طريق الاحتفالات الدينية اللي ما كانتش مجرد طقوس احتفالية، ولكنها كانت كعادة المصريين القدماء شيء منظم، كل حركة ورمز فيه له مغزى. فمثلا عندنا عيد اسمه عيد الإينت، واللي اسمه حب الإينت. العيد ده عبارة عن لم الشمل ما بين الأحفاد الأحياء مع الأجداد الأموات. فبنلاقي الإله أمون بيعبر البر الغربي علشان يزور معابد ملايين السنين للملوك المتوفيين زي حتشبسوت، معبد الرمسيوم لرمسيس الثاني، وكمان معبد هابو، مقر كهف أسلاف الإله أمون نفسه اللي هم كيم قاطف وإير طه. وهنا بيظهر عبقرية المصري القديم، فبنلاقي إن معبد الكرنك والأقصر على البر الشرقي، أما على البر الغربي معابد ملايين السنين للملوك المتوفيين. وفي نفس الوقت بنلاقي إن معبد الأقصر نفسه بيقع شرق معبد هابو اللي بيحتوي على الكهف الصحيح اللي فيه أسلاف الإله أمون. وفي الغرب برضو معابد ملايين السنين لملوك مصر المتوفيين، أسلاف الملك اللي جالس على عرش مصر. كمان معبد الأقصر بيقع جنوب معبد الكرنك، وبتتم الحركة ما بينهم في عيد الأبد، يعني امتداد الشرق والغرب كان عيد الإينت أو عيد الوادي، وامتداد الشمال والجنوب كان عيد الأبد. يعني المصريين القدماء تعاملوا مع جهات الكون الأربعة بأماكن وأعياد مقدسة في منظومة دينية فلسفية متكاملة راقية جدا. لما نيجي نبص العيد زي عيد الأبد هنلاقي أنه كان عيد شعبي، ويمكن كان أكبر الأعياد الشعبية في مصر في عصر الإمبراطورية المصرية. عيد الأبد كان مرتبط بالفيضان اللي بيمثل الموت الرمزي للأرض، وكمان دخول الآلهة في عالم السكون. عيد الأبد كان من طقوس تجديد حياة أرض مصر كلها. عيد الأبد كان بيتجدد مع حياة الإله ومعاه ملك مصر اللي بيتم ولادته ولادة إلهية مرة تانية من خلال طقوس العيد. أما البعد الفلسفي الأكبر لعيد الأبد فكان تحولات واندماجات الإله أمون اللي من خلاله بيظهر من أمون، بياخد صفات الخصوبة من الإله من. وكمان أمون كاموت إف، ودي معناها أمون فحل أمه، وكلها دلالات على الخصوبة وإعادة الحياة المرتبطة بعيد الأبد كعيد بيتم بعث فيه مصر من جديد أرض وملوك وآلهة وشعب. ما تنساش إن المصريين ما نسيوش إن المكان ده مقدس، علشان كده معبد الأقصر استمر كمكان للعبادة. مع تحول المصريين للمسيحية بنوا جواه كنيسة، ولما الكنيسة دي اتهجرت وتحول المصريين للإسلام بنوا فوقها مسجد في العصر الفاطمي، وهو مسجد أبو الحجاج الأقصري. المصريين ما نسيوش عيد الأبد نفسه، وفضل ولائهم لأرضهم وعاداتهم مغروس في دمهم، لأن عيد الأبد مازال عايش بينا لحد النهاردة، بيعملوا أهل الأقصر كل سنة. غريب الموضوع ده مش كده؟ هنعرف كل حاجة الحلقة الجايه.